سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لفيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. كل يقدر يقول لي كذلك، واش يقول كاد المعلم أن يكون رسولا؟ قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أحبائي، وقتاش اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات؟ ما عندوش بزاف اللي فات. اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات، شكون؟ شوفوا الشاطر هذا، شوفوا الشاطر هذا، اعطي له الميكرو، اعطي له الميكرو، معليش اعطي له الميكرو. واسمك ولدي؟ ايوب. ايوب، شحال في عمرك ايوب؟ 12 سنة. 12 سنة، شاطر في الدراسة؟ ايش؟ ايه. والله شحال جبت معدل؟ مازال ما عطاوكمش؟ مازال. خلاص كي يعطوكم تقول لي. الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي للمعلمين؟ 15 أكتوبر. وقتاش اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات؟ اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات 5 أكتوبر. 5 أكتوبر، برافو. تعال 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 تعال، برافو برافو. أحبائي، المعلم رفيق الدرب، المعلم عنصر مهم جدا جدا في المجتمع. على بالكم بالمرات يا أولياء، بالمرات يكونوا مشاكل. مثلا طفل يجي يقول لك انا المعلم ضربني، ولا المعلم قعدني ما قعدتش مع الاولين، ولا يعني اي شيء. انا عندي نصيحه برك متواضعه متواضعه، هي انه الاولياء لازم يروحوا يستفسروا، ما لازمش الاندفاع. وعلى بالكم العنف مع المعلمين ماشي مليح، لانه المعلم دوره راهو هنا باش يربي الاطفال، موش انا الحاجه اخرى. إذا كان وقع مشكل ولا أي حاجة، يجب الاستفسار ويجب مساعدة المعلم. بس نقول لكم حاجة، الأولياء اللي قايمين على أولادهم ويتبعوهم كل يوم ويشوفوا واش قرأ واش راجع واش ما قراش، ويتصل بالمعلم على الأقل مرة في الشهر ولا مرة في الأسبوع يشوف وليده واش من مستوى راه، راح نشوفوا باللي المشاكل كلها راح تزول يا أخي. إذا تحية إجلال للمعلمين والمعلمات. شحال جبت معدل العام اللي فات؟ فصل ثالث ولا وين؟ كيما تعرف فصل ثالث 11 75. الله يبارك. هاد المرة نحبوك تجيب لنا معدل كبير كبير يا أخي. إيه إن شاء الله. أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. شاطر شاطر شاطر، أصحابه شاطر شاطر.
إذن عمو يزيد يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو 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 العفو. أحبائي المعلم، كين أغنية دارها عمو يزيد ماهيش في الكتاب، لأنه على بالكم أحبائي عمو يزيد دار أربعة تاع الأقراص، ربعة تاع السيدي كلها تهدى. المرة الجاية نجيب لكم لزالبوم الأخرين. إذن هذا كان رابع ألبوم، وهذا اللي فيه أكثر عدد من الأغاني، 32 أغنية. هذه الأغنية تاع معلمي كانت في الألبوم الثاني، ولكن غنوها مع بعض. قل فيها: معلمي معلمي من كل جهل صنتني، إلى العلا قدمتني، معلمي معلمي كنت جوابي دوما في سؤالي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. أحبائي معلمي معلمي، يلا تغنوا معايا. للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني، معلمي 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 من كل جهل صنتني، إلى المجد صحبتني، معلمي معلمي. زودتني علما نورت به دربي، زودتني علما نورت به دربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني، معلمي 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 من كل جهل صنتني، إلى المجد صحبتني، معلمي معلمي. تحملت دعابي في القسم ومزاحي، تحملت دعابي في القسم ومزاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني، معلمي 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 من كل جهل صنتني، إلى المجد صحبتني، معلمي معلمي. وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي، وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي، وكنت جوابي دوما في سؤالي، وكنت جوابي دوما في سؤالي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني، معلمي 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 من كل جهل صنتني، إلى المجد صحبتني، معلمي معلمي. واسمك يدوي إجلالا واحتراما، واسمك يدوي إجلالا واحتراما، يا صاحب السمو أهديك السلامة، يا
للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي شكرا شكرا يا صاحب السمو أهديك السلامة يا أحبائي المعلم ثم المعلم. واش رأيكم دركا؟ كاين أغنية أنا نحبها بزاف، هذه الأغنية قل فيها مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي. أي صفحة مدرستي؟ 31؟ 31 يلا 31 كامل. مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي 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 كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي يدفاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي يدفاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي سنة من بعد سنتي ما أحلاها ما
سنة من بعد سنتين. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أجد بها دوما يتي، هي كنز المعرفة، فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي. شكرا 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 أحبائي. المدرسة هي بيتي الثاني، هي قصري ومملكتي. أحبائي كاين أغنية أنا نحبها بزاف بزاف، لأنه الإنسان في المجتمع ما يقدرش يعيش مرتاح والناس محتاجين، إذن المساعدة مليحة في المجتمع. ولكن يا أحبائي بالمرات الإنسان الصدقة ولا المساعدة مشي شرط أنها تكون مادية، مشي شرط أنك دائما تصدق بدراهم، ولا بالمرات كاين حاجة مهمة، ما هي؟ الابتسامة. الابتسامة يا أحبائي، كاين أغنية عمو يزيد يقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. أي صفحة؟ عشرة. روحوا كامل صفحة عشرة. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لو كان تشوفوا كاين شطر هنا عمو يزيد يقول فيه، شوفوا السطر الخامس عمو يزيد يقول: إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة ماذا تفعل؟ فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. أحبائي الابتسامة مهمة جدا، الإنسان لازم يبتسم يا أخي. أحبائي أما السائلة فلا تنهر، وأما اليتيمة من أي سورة هذه الآية؟ سورة الضحى. رقم الآية؟ لا 9. برافو الآية 9 من سورة الضحى: ما اليتيم فلا تقهر وما السائل فلا تنهر. أحبائي الابتسامة، نغنوا كامل مع بعض صفحة 10: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، تعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يلا معايا كامل: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس.
وجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. شكرا شكرا أحبائي شكرا. الله يخليك الله يخليك يطول عمرك الله يخليك وليدي الله يخليك. عمو يزيد يحبكم كامل 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 وإن شاء الله نعود نرجع لكم. وكيما كبرتوا بينا اليوم وفرحتوا بينا واستقبلتونا أنا ما كانش عندي شك، كنت عارف بلي سكان مدينة بطحية ناس كرامة وناس مضيافين وجمهور جميل 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 جدا. شكرا 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 أحبائي. كاين واحد الأغنية أنا شخصيا معليش في هذه الأغنية نتكلم شوية مع الأولياء اللي راهم حاضرين معنا هنا. بالمرات ولي الأمر يعني الأب ولا الأم يبالوا باللي الطفل يبالوا باللي الطفل على باله، مثلا يقول له علاش مسيت النار يا أخي قلت لك باللي سخونة، وهو هذاك الطفل في عمره عامين ثلاث سنين اربع سنين ما على بالوش. تقول له مثلا يا اخي قلت لك هذاك النهار كي تخرج ما تطولش، بالك هذاك الطفل عمرك ما قلت له. مي الاولياء تجيهم حاجه بديهيه، قول انا ولدي على باله بلي ما لازمش يطول برا، انا ولدي لازم كي يخرج برا على باله بلي ما يرفعش صوته، انا ولدي مثلا لما يمر على جماعه على لازم يقول السلام عليكم. ولكن يا اولياء كاين شيء مهم جدا، هذا الطفل راه كل ورقه البيضاء، اذا كان ما تقولوش انت وما يشوفكش انت دير عمره ما راح يدير، لانه ورقه بيضاء. لما تقول له يا وليدي كي تكون تلعب برا ما تطولش لازم تدخل الدار بكري، راح يدخل. لما تقول له يا وليدي لما تخرج برا ماشي مليح انك ترفع صوتك، لازم تهضر بالعقل، لازم تفوت على جماعه ولا تقول لهم السلام عليكم القاء السلام. لازم انت اصلا كي يكون معك وليدك ولا بنتك يشوفك انك انت تلقي السلام، هذه الاولى، يشوفك انت تهضر بالعقل، يشوفك انت تحترم الناس باش وليدك راح يقلدك. يا اولياء من فضلكم احنا عمو يزيد من خلال هذه الحصه ومن هذا الطاقم كامل رانا هنا باش نربي ولادنا بالطريقه السليمه، ولكن لازم احنا نراجعوا نفوسنا. يا هل ترى احنا كاولياء قمنا بدورنا ربينا ولادنا، قلنا لولادنا لازم تلقي السلام، لازم ما تتشارجرش برا، لازم تتسامح مع صديقك، لازم تكون مثابر في الدراسة. هذه الأشياء ما هيش بديهية. تقول لوليدك يا وليدي لما تشوف النار ما تمسهاش لأنها سخونة، وين يعرفها هو ما يعرفهاش. إذا عمو يزيد دار لكم أغنية، أغنية الاحترام. هذه الأغنية هي عبارة عن حوار بين الطفل والوالد نتاعه، يقول له أي صفحة؟ الاحترام أي صفحة؟ تسعة تسعة. وش يقول فيها؟ يا أبتاه برافو، يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. وش يجاوب الأب؟ يا ابني فمعناه في سنة نوى الإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. ومن بعد واش يقول له؟ هيا وقر هذا صغير، دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبرك سنا. يا أحبائي ومن بعد واش يقول له؟ لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. ومن بعد واش نقولوا؟ لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه ابدا حتى تستأذن من فيه او تسمع منهم ردا. يا احبائي الاحترام مهم جدا، وانتم يا اولياء
عندكم مهمة كبيرة 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 باش تربي ولادنا. لازم نهضروا مع ولادنا، نقعدوهم نفهموهم، يا وليدي لا لا مشي هكذا، يا بنتي هكذا، لازم هكذا. وراح نشوفوا بلي حياتكم راح تتغير بالحوار والنقاش مع ولادكم، حياتكم كلها راح تتغير ان شاء الله بالتوفيق. ولكن غنوا معايا يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يلا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا 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 أحبائي، كنتم أروع ما يكون. لحقنا درك للحظة اللي عمو يزيد ما يبغيهاش بزاف، هي لحظة الوداع. معلش معلش، ولكن مازال برنامج متواصل مع مديرية الثقافة تحت إشراف سيد الوالي برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة شيبس مهبول. راح نكون نهار الجمعة إن شاء الله في مدينة برج الأمير خالد، نهار السبت إن شاء الله نكونوا في مدينة عين الشيخ، أما نهار 3/27 من هذا الشهر راح نكونوا في مدينة عين التركي. إذن أحبائي مرحبا بكم إلى جيتوا، وإلى ما جيتوش حنا نعود نجول عندكم إن شاء الله. إذن تغنوا كاع معايا لا تحزنوا، أي صفحة 34 آخر أغنية في الكتاب، لا تحزنوا حنا الوداع. تحزنوا حنا الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حنا الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا
ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد على المفاجأة اللي قدمها لنا وهو بحضور إلى بلدية بطحية، نشكره شكر جزيل وإلى اللقاء. نشكر عمو يزيد اللي جا البطحية وفرحنا ونقولوا له إلى اللقاء وإن شاء الله يرجع مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن اليوم جد مسرورين بقدوم عمو يزيد، اليوم اللي كان فرحنا احنا وأبنائنا وبناتنا، يعني حتى الكبار، يعني حتى الكبار كانوا اتصلوا بينا اليوم وقال لك لا أسعدنا، يعني ربي يطول في عمره. نشكر السيد الوالي اللي راه واقف على المناطق هذه النائيه، يعني واللي رانا راه يبعث لها ثقافه. اشكر كذلك السيد مدير الثقافه على اهتمامه بهذه المنطقه. اشكر كل من ساهم سواء من قريب او من بعيد في انجاح هذا الحدث. نتمناه المزيد ان شاء الله بايام القليله، ان شاء الله يزيد يزورنا عمو يزيد مع اقبال حفلات اخرى ان شاء الله. شكرا. واشكر كذلك قناه الشروق اللي سهره واقفه معنا، نشكرهم بارك الله فيهم يعطيهم الصحه والشكر للجميع. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر عمو يزيد اللي جالينا البطحية ونتمنى يرجع لنا مرة واحدة. نشكر عمو يزيد اللي جالينا البطحية نتمنى يرجع لنا. السلام عليكم، نتمنى لكم تعاودوا تولوا لنا مرة أخرى وتفرحونا كما فرحتونا هذه الخطرة. شكرا.